مشان موضوع خطوط شركة آرسل الفورجي، بداية أخذنا الخطوط نحن على أساس أنه في عرض شهرين ضمن هالخطوط، يعني بدي أحصل على شهرين إنترنت مجاني لمدة شهرين بعدين بدك تعبي رصيد. فنحن تفاجأنا أنه يومين ثلاثة يشتغل الخط، بعد منا بيومين قالوا أنه العرض وقف. خدمة جيدة هي نوعا ما كسرعة ممتازة، ولكن بدنا شيء أفضل. يعني بالنسبة لها شبكة آسل كتير منيحة وقوية، ويعني نتمنى أنه بس يتوفر هالشي، يعني على أساس أنه عطونا ميجتين بشهرين خلصوا بيومين، نتمنى بس يصلح هالشي. والله بالنسبة لخط الـ RCL هي سرعته كان كويس، وغشوا العالم على أساس 2 جيجا يعطونا للشهر، 2 جيجا ما تكفي 3 أيام 4 أيام وتخلص. نتمنى من إدارة الـ RCL أنه يتحسن خطوطهم، والشعب بحاجة لهل الإنترنت مو بحاجة لغش ولف ودوران يغشوهن. يعني نتمنى من إدارة أنه يضبط وضعهم ويضبط الانترنتون. نظرتي شبكة أرسل، يعني أنا أقول زي شلون شبكة أحسن، يعني على أساس وعدوا العالم إنه شهر كامل ومفتوح يعطون انترنت، أشوف على اليومين ويوم ونص يخلص الانترنت، يعني أفشل شبكة طلعت بصراحة.